في قلب النضال الجزائري ظهر كاتب ياسين أحد أبرز الأقلام التي حولت الكلمة إلى سلاح، حيث نقل معاناة الشعب الجزائري إلى العالم بأسلوبه المميز في الأدب والمسرح الشعبي. يعرف بلقب الكاتب المتمرد لكونه من أبرز الأصوات الأدبية في تاريخ الجزائر، لكن كيف استطاع أن يمزج بين الفن والثورة ليخلد اسمه في تاريخ الجزائر؟ Il y a un retour naturel à la langue maternelle qui est la langue arabe et il y a aussi le désir très ferme de maintenir la langue française dans la mesure où elle fait partie maintenant de l'histoire de notre pays. Voilà. ولد كاتب ياسين في 12 سبتمبر عام 1929 في ضواحي قسنطينة، وشهد مجازر 8 ماي عام 1945، مما عمق وعيه السياسي وزاد من التزامه بقضية وطنه. سجنه في الصيف كان نقطة تحول في حياته، حيث أدرك أهمية النضال من أجل الاستقلال. كتب ياسين باللغة الفرنسية وسيلة لتحدي الاستعمار، معبرا عن ذلك بقوله: أكتب بالفرنسية لأقول الفرنسيين أنني لست فرنسيا. من أبرز أعماله رواية نجمة عام 1956، ومسرحية الرجل ذو النعل المطاطي عام 1971، حيث أسس المسرح الشعبي بالتعاون مع مسرح البحر. توفي كاتب ياسين في 28 أكتوبر عام 1989، تاركا وراءه إرثا أدبيا ومسرحيا غزيرا، وتستمر أعماله في إلهام الأجيال الجديدة.